شباب اليوم بوصيكم وصية كتاب الله دم سنات نبي فلا توفيق يا ديدان دينان ولا دينا بغير اصلاح بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مشاهدينا الكرام ويا مرحبا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم تصحيح التلاوة برنامج درس. نرحب بالأخوة المشاركين اللي معانا في هذه الحلقة ونتمنى لهم تلاوة طيبة ونتمنى أنهم يستفيدون أيضا من ملاحظات الشيخ اللي راح يكون معنا في هذه الحلقة. نرحب أيضا بفضيلة الشيخ محمد يحيى طاهر محكما لاداء الطلاب في هذه الحلقه. يا مرحبا ويا مسهلا شيخ محمد. حياك الله وبياك اخوي معاذ، احييك واحيي اخواني واخواتي المشاهدين والمشاهدات وكما احيي المشاركين معنا في الحلقه. جزاك الله خير يا شيخ محمد. مشاهدينا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصدقه في رمضان، ويقول عليه الصلاه والسلام من فطر صائما فله مثل اجره من غير ان ينقص من اجر الصائم شيء عليه الصلاة والسلام. شهر رمضان شهر عظيم تتنوع فيه الأعمال والفضائل، ويحثنا النبي صلى الله عليه وسلم على أداء الصدقة في هذا الشهر المبارك، فليبادر كل منا بصدقته على الله سبحانه وتعالى أن يضاعف لنا الأجور في هذا الشهر. خلونا الحين ندردش مع الشيخ محمد يحيى، نكمل على أحكام التجويد اللي بديناها في أول الحلقات. طبعا تناولنا مع الشيخ يوسف عشير أحكام النون الساكنة، بقى لنا من أحكام النون الساكنة حكم الإخفاء، راح يشرحها بإذن الله سبحانه وتعالى لنا الشيخ محمد يحيى في هذه الحلقة. تفضل يا شيخ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. طبعا من أحكام النون الساكنة والتنوين حكم الإخفاء، ويعدونه الحكم الرابع. دائما جرت العادة أنهم يذكرون الإظهار والإقلاب والإدغام ثم يأتي الإخفاء. والإخفاء يأتي على أربعة معاني في كتب التجويد. بحثنا في كتب التجويد نشوف أن الإخفاء يأتي على أربع معاني. أولها الستر، وهو لغة، إذا أخفيت الشيء معناتها سترت الشيء. وثانيها حالة بين الإظهار والإدغام، يعني إحنا ما نقول أن هذا إظهار ولا نقول أنه إدغام، هو حالة بين الإظهار والإدغام. وتعريف الثالث أن يتهيأ اللسان للنطق بالحرف المخفى عنده. أيوة، يعني إذا باخ في عند التاء يذهب اللسان ويقرع مخرج التاء، إذا باخ في الكاف يروح اللسان عند مخرج الكاف. فأقول مثلا عنك، فالآن أنت تسمعني، قبل أن ألفظ الكاف أنت تدري أني أنا بقول حرف الكاف. جميل، لأن اللسان ذهب إلى مخرج الكاف، قلت عنك، تمام؟ كنتم، أروح عند مخرج، يعني أهيئ نفسي للنطق للحرف اللي بعد. نعم، يتهيأ اللسان للنطق بالحرف المخفى عنده. جميل، الذي بعد النون المخفى هذه. والرابع قالوا أن الإخفاء يعتمد بعدا وقربا عن المخرج، لأن احنا قلنا حالة بين الإظهار والإدغام، فتارة يكون للإظهار أقرب وتارة يكون للإدغام أقرب، يعتمد بعدا وقربا عن المخرج. جميل، ولذا الإخفاء يفخم عند الحروف المستعلية، مثل عندنا القاف والطاء والصاد والضاء، هذه يفخم عندها، تفخم الغنة فيها، فنقول من ظلم. جميل، ما نقول من ظلم، هذه صارت كأنها ذال. الآن تسمعني أنت تظن أني أنا بألفظ حرف الذال، إذا خففت الغنة ولم أفخمها. إذا قلت من، فأنت تعلم أني سألفظ حرف الذال، لا، ما هنا تفخم من ظا، خلاص. يعني هذه اللي يسمونها حروف الاستعلاء. نعم، هذه تسمى حروف استعلاء، خص ضغط
قض حروف الاستعلاء، ولكن الخاء والغيم منهم فهما تكلمنا عنهم جميل في الإظهار. أما هنا في الإخفاء تبقى الحروف الخمسة الباقية، فيستعلي أو يستعلي أقصى اللسان عندها، وتستعلي الغنة عند النطق بالحرف، لأن إحنا مثل ما أسلفنا أن في النهاية يتهيأ اللسان للنطق بالحرف، فإذا تهيأ اللسان قطعا سيذهب إلى المخرج. من ظلم رحنا حق المخرج الضاء فاستعلى أقصى اللسان وفخمت الغنة تمهيدا للنطق بحرف الضاء. يعني احنا نقول عندنا يعني نراعي بعض الحروف، عندنا حروف الاستعلاء لازم نراعيها، اذا كان فيها تفخيم نفخم الحرف. نعم. على حسب الحرف اهيئ لساني كاني انا بنطق مثلا بالكاف او غير ذلك من الحروف. اي نعم. جميل، شرح واضح يا شيخ محمد، لكن ان شاء الله نكمل باقي الشرح عن الاخفاء ان شاء الله في نهايه الحلقه، ودنا نسمع المشاركين اللي معنا ان شاء الله. جزاك الله خير. مشاهدينا الكرام، خلونا الحين نطالع من اللي راح يقرا علينا كتاب الله سبحانه وتعالى في هذه الحلقه في هذا التغيير، كونوا معنا. اسمي حمد خالد الكعبي، عمري 14 سنة، ساكن في الخريطيات في مدرسة أكاديمية المها. هوايتي كرة القدم. إن شاء الله أقدم مستوى ممتاز في هذه المسابقة. اسمي خالد يعقوب المحمدي، مدرسة أحمد بن حنبل، عمري 16 سنة، ساكن في المطار القديم. هوايتي الخط العربي، لما كنت صف أول إعدادي مدرسة أبو بكر الصديق جانا أستاذ خط وحسن الخط الحمد لله، علمني شلون أكتب الحروف صحيحة بخط النسخة وخط الرقعة، اكتشفت فيني هذه الموهبة وحبيتها وطورتها. تعديت للمسابقة، اخترت مقطع من سورة النجم وقريته وأتقنته، وإن شاء الله أقدم تقديم جيد. يا هلا ويا مسهلا فيكم مشاهدينا، تعرفنا على المشاركين معنا في هذه الحلقة، الحين خلونا نستمع لأولى التلاوات يتلوها علينا الطالب حمد خالد الكعبي، تفضل يا حمد. حمد شحالك؟ بخير الله يسلمك. ساك طيب؟ طيب. ها مستعد للقراءة اليوم؟ إن شاء الله. وش المقطع اللي بتقرأه إن شاء الله؟ سورة الرحمن. سورة الرحمن ما شاء الله، مستعد جاهز راجعت الحروف كل شيء؟ إيه. يلا تفضل، وإن شاء الله بعد انتهاء تلاوتك راح تستمع إلى بعض الملاحظات إن وجدت هناك ملاحظات، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، فبأي آلاء ربكما تكذبان، سنفرغ لكم أيها الثقلان،
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ حسبك يا أبو خالد، الله يعطيك العافية. الله يعافيك، ما قصرت على القراءة، ما شاء الله عندك الحروف جيدة، بس بعض الملاحظات البسيطة. إذا بتبدأ القراءة دوم ابدأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تمام؟ بعدين بسم الله الرحمن الرحيم. ثاني شيء في القراءة حاول تكون أبطأ شوي، تمام؟ على أساس أن في بعض الحروف تضيع منك بسبب السرعة وبعض الحركات تضيع منك، فمثل ضاعت منك ربيكما، ها؟ تقول ربكما، لأن احنا ما سمعنا حركة الكاف عدل، فاقرأ بتاودة، ولو قرأت بتاودة إن شاء الله أتوقع قراءتك بتكون ممتازة، يعني خاصة أن الحروف يعني أغلبها طالعة من مخارجها. فتقول ذات الأكمام مش ذات الأكمام، تمام؟ ربكما انضم الكاف، يسأله منفس يرسل عليكما، تمام؟ وننتبه أيضا للغنة والنخل ذات الأكمام مثلا، إذا جينا انتبه لها. وأتوقع أنا قلت لك أن أغلب المدار كانت على السرعة، لو كانت قراءتك بتأودة وطمأنينة إن شاء الله أتوقع تكون في مستويات عالية إن شاء الله. يا أبو خالد الله يعطيك العافية وما قصرت. جزاك الله خير يا حمد، الله يكتب أجرك إن شاء الله يفتح عليك. ركز على ملاحظات الشيخ وإن شاء الله نسمع تلاوتك إن شاء الله أفضل من هالشكل وأحسن، وإن شاء الله تصير من قراء قطر. جزاك الله خير يا حمد، الله يوفقك إن شاء الله. جزاك الله خير يا شيخ محمد، ما قصرت. ناداني الشيخ باسمي، أنا كنت مرتبك، رحت قريت بسرعة لأن أنا كنت مرتبك، بعدين الشيخ نبهني وإن شاء الله أنا لأتاهل المرحلة الجاية أهتم في تلاوتي. يا مرحبا فيكم مشاهدينا، استمعنا للقارئ الأول في هذه الحلقة واستمعنا إلى تنبيهات الشيخ محمد يحيى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بالشيخ وأن ينفع بالطالب وأن يرتقوا أيضا بالمستوى أكثر وأكثر، طبعا هذا لصالحهم أولا. عندنا مؤسسة حمد بن خالد، أحد المؤسسات التي تهتم بحفظ القرآن الكريم في دولة قطر. لمعرفة المزيد عن هذه المؤسسة دعونا نتابع هذا التقرير مع الشيخ عبد الله البكري، تابعونا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مؤسسة حمد بن خالد الثاني لتعليم القرآن الكريم تشمل هذه المؤسسة على مجموعة مراكز، منها أربعة مراكز داخل قطر، والخطة أن يكون للمؤسسة فروعها في الخارج أيضا بإذن الله عز وجل. تشمل مركز البنين في المؤسسة، ومركز النساء، ومركز الكبار والقراءات، وكذلك ما يتبعها مركز دار السلام. أهداف المركز، طبعا الهدف الرئيسي العام هو خدمة كتاب الله عز وجل بتهيئة مكان بكفاءات عالية ليستطيع الراغبون في حفظ كتاب الله عز وجل أن يجدوا بغيتهم فيه للحفظ ولتعلم التلاوة وكذلك تعلم القراءات. هناك مقرأة في المركز وعدة مقارئ للتعليم القراءات، تقريبا ثلاث حلقات قراءات وحلقات إسناد وإجازات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود،
ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. رؤيا البعيدة إخراج جيل من حملة كتاب الله عز وجل ممن يحفظه في صدره ويحسن تلاوته ويتمثل بأخلاقه وأدابه، جيل نحرص أن يكون منهم من يكون من أهل العلم من العلماء الربانيين، ممكن أن يكون في أي تخصص من تخصصات لكنه يحمل في صدره كتاب الله عز وجل، فأينما ذهب فهو يمثل هذا الدين. المؤسسة تضم في الوقت الحالي أكثر من 1000 طالب وطالبة في مراكزها الأربعة، هذه مراكز الداخل، نتكلم عن المراكز الموجودة داخل قطر، تقريباً 1000 طالب وطالبة في 4 مراكز في أكثر من 100 حلقة قرآنية بما في ذلك حلقات القراءة والإجازات. الطريقة حقيقة هي تقسيم الطلاب إلى مستويات بحسب القدرات وبحسب ما عندهم الخلفية. البداية عندنا حلقات تأسيسية، الطالب الصغير مبتدأ يدخل في الحلقات التأسيسية يتعلم الحروف الهجائية من خلال القاعدة النورانية، هذا التأسيس. بعد التأسيس إذا اجتاز المرحلة هذه يدخل في الحلقات العامة. الحلقات العامة عندنا حلقات قد يصل عدد الطلاب فيها إلى 10 طلاب، يحفظ فيها إلى 5 أجزاء. إن أردنا رسالة عامة لجميع الطلاب فنحثهم على كتاب الله عز وجل، نحثهم على الالتحاق بمراكز التحفيظ بحسب ما يستطيعون، يعني لا يلزم الجميع أن يكونوا حفاظا لكتاب الله، لكن ممكن يدخل يتعلم التلاوة، ممكن أن يأخذ مثل دور التجويد في هذه المراكز. نحن نقدم الآن، نسعى لتقديم دورات تجويد، ونحثهم على التأدب بأدب القرآن والتخلق بأخلاقه وأن تظهر عليهم سيمة القرآن. في الختام نسأل الله عز وجل أن نتقبل من الجميع الصيام والقيام وأن يبلغنا ختام الشهر على خير وعافية، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا فيكم مشاهدينا، هذه مؤسسة حمد بن خالد كما شفتوها وكما شرح لنا الشيخ عبد الله البكري، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجرهم وأن يعينهم على تعليمهم لطلاب دولة قطر حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. الآن دعونا نستمع للمشارك الثاني في هذه الحلقة، نستمع إلى تلاوته ألا وهو الطالب خالد يعقوب. تفضل يا خالد. خالد شو اخبارك؟ الله يسلم. مساك بخير. الحمد لله الله يسلم. مستعد للقراءه ولا؟ ان شاء الله. اتوقع اكيد انت ممكن استفدت من تنبيهات الشيخ حمد قبلك، فان شاء الله تتدارك بعض الاخطاء وتكون منتبه. شو المقطع اللي بتقرا ان شاء الله اليوم؟ ان شاء الله سوره النجم. سوره النجم. الله يوفقك ان شاء الله يفتح عليك. تفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها
سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. صدق الله. الله يعطيك العافية يا خالد، ما قصرت. القراءة ما شاء الله الأحكام العامة عندك أغلبها منضبط يعني، ومقادير الغنن أغلبها حافظت عليها، بس بعض الملاحظات البسيطة في وهو، حاول تحقق الضم اللي في الهاء أساس ما نقول وهو، وهو نحقق الضم في حرف الهاء. ثاني شيء مقادير المدود أحيانا كانت تفوت منك في المنفصل، فانتبه أنها كلها تكون نفس المقدار، أربع حركات تمام. فأوحى إلى عبده ما أوحى، أنت مثلا قصرت فأوحى إلى عبده ثم مديت ما أوحى، فأما أنك تحافظ على القصر أو أنك تحافظ على الطول. ثاني شيء ما طغى، لا تفخم الألف قبل الطاء، تقول ما طغى ما طغى، بعدين الحرف الطاء ندخل عليه اللي هو المفخم، أما قبلها الألف مرققة ما طغى، فما تأثر الطاء على الألف نقول ما طغى تمام. آخر ملاحظة بعد حروف التفخيم، الألف اللي بعد حروف التفخيم نفس سلطان والأخرى، لا تضم الشفتين عندها فتخرج قريبة من الواو، لا تقول سلطون والأخرى، واضح؟ لا عادي افتح الفم لأن الألف يخرج بالتباعد بين الفكين، نقول سلطان، فخمنا الآن لكن ما كانت قريبة من الواو، لا فتحنا سلطان الأخرى، قولها خليني أسمعها منك. سلطان سلطان، لا افتح الفم سلطان سلطان، ايوه ممتاز تمام، ما نضم الشفتين حال النطق بالالف المفخمه. الله يعطيك العافيه وما قصرت. الله يعافيك، اكتب اجرك ان شاء الله. يعطيك العافيه خالد وما قصرت، جزاك الله خير يا شيخ محمد. وياك ان شاء الله. في البدايه كنت مرتبك، بس الحمد لله بعد ما قريت حسيت بارتياح، وان قراءتي كانت حلوه، والمشاركه هي افضل النجاح، وجزا الله خير الشيخ على الملاحظات اللي أعطاني إياها. يا مرحبا فيكم أعزائنا المشاهدين، استمعنا للتلاوات في هذه الحلقة واستمعنا للتنبيهات، الحين خلونا نكمل على اللي بدأنا فيه ألا وهو حكم الإخفاء. يكمل لنا الشيخ محمد يحيى، تفضل يا شيخ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا تكلمنا عن الإخفاء، حروف الإخفاء هي 15 حرفا مجموعة في أوائل كل بيت من الصف ذا ثنا، كم جاد شخص قد سمى، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما، فأوائل أول حرف من كل كلمة. نعم هذه حروف الإخفاء تمام. فإحنا ننبه على بعض الأخطاء اللي تصير في حالة الإخفاء. جميل. بعض الأخطاء أن يأتي بإخفاء عام، يعني كل الحروف يجيبها نفس المستوى، يقول لك الإنسان كنتم عنك، طيب انا ما ادري انت اي حرف بتلفظه اي حرف، هذا يسمى اخفاء عام، يسمى اخفاء عام مش اخفاء عند حرف معين ولا كذا، الاخفاء العام اذا اردنا تعريفه ويكون كذا. اما الاخفاء المراد به في قراءه القران ان يخفى عند الحرف او يتهيا اللسان للنطق بالحرف كما اسلفنا. جميل. والنقطه الثانيه، احيانا اذا اتى الاخفاء بعد الضم تجد ان بعض القراء يضمون الشفتين مثل كنتم، فيقول كنتم صحيح؟ هذا خطأ، المفروض أن يكون عادي، فإحنا هذا نسمعه من كثير من الناس يعني، فأثر الضم وخلى الضم على الشفتين حتى في الإخفاء، وهذا خطأ وأثر على النطق في الإخفاء. أيوة. فأنا حتى لو ما شفته أسمع أنه ضم الشفتين، أنا نطقه تغير بدل ما يقول كنتم قال كنتم، واضح. فيتنبه لهذه النقطة، هذه حتى يفعلها كثير من الناس للأسف، يعني يؤثر عليه ضم الشفتين عند الكاف لأنها مضمومة فيجرها أيضا إلى الإخفاء. لا، إحنا الإخفاء دائما نرجع فيه الشفة إلى وضعها الطبيعي. اللي هو شلون؟ ها كنتم تمام، من صبر، ما أقول من صبر مثلا، واضح. وكذا بعضهم عند الحروف المفخمة على أساس أنه يفخم الحرف، فتجده أيضا يضم الشفتين، من قبل يقول ها، فتجدها أيضا كأنها مخلوطة بالواو،
صحيح. فلا احنا ما نضم الشفتين ابدا، لا دخل للشفتين، حتى يمكن يأثر على مخرج الحرف، حتى يأثر على مخرج الحرف ويسمع. لا، نقرأ المخرج فورا ونرجع الشفتين في الى الوضع الطبيعي. ومن الاخطاء ايضا اللي تصير يفخم في الحروف المستفله، يعني الحروف اللي مش مستعليه، نفس التاء ولا قد كنتم، ايوه هذا ونسمعها كثيرا يعني، اما لانها اللهجه العامه او دارجه مثلا عند الناس فتجده يقرا بها، لا يتنبه ان هنا اللسان ينزل يكون في وضعه الطبيعي، لا يستعلي اقصى اللسان، كنتم. جميل، كذا نلفظها. ها، ونستعلي قلنا عند الحروف المستعليه، ولا من صبر وغفر. جميل، تمام، نلفظ هذا. ومن بعض الاخطاء ايضا بعضهم قد يشدد او ما يعرف ان ياتي بحرف، فيقول مثلا من قبل مثلا، او يغلق المخرج تماما من قبل. ها، خلاص اذا قال لك لا، لا تغلق المخرج، الغنه فيها تراخي. صحيح، لان لو كان ادغام لا غرقنا المخرج، فاحنا قلنا حاله بين الاظهار والادغام، والغنه فيها تراخي تخرج من الخيشوم فيساعدك انك تلفظ الحرف بعده بسهوله، من قبل. جميل، تمام. فهذه تقريبا بعض الملاحظات اللي نشوفها. واخر ملاحظه صح نسيتها، بعضهم يظهر النون. يقول انزل، هاي غلط، تمام. حكم عندنا اخفاء احنا، خلاص. نعم، هذا اخفاء، فهذه النون مكرره الان صارت، خاصه عند الحروف القريبه من النون مثل التاء، كنتم، اندادا، يقول هذا كله خطا، هذه نون مظهره. فلا، احنا نخفي النون ولا نخرج شيء منها الا الغنه اللي هي من وين تكون؟ من الخيشوم فقط. جميل، جميل. ها، اما ما يقرا طرف اللسان مخرج النون، لا، نروح عند الحرف نفسه، كنتم، رحنا عند التاء. جميل، تمام. من جعل، رحنا عند الجيم، تمام. ومن شر، رحنا ايضا عند الشين. فيتنبه لمثل هذه النقاط. جزاك الله، جزاك الله خير يا شيخ محمد، وما قصرت. طبعا بنهايه كلامنا عن حكم الاخفاء وصلنا الى نهايه احكام النون الساكنه والتنوين. نشكر الشيخ محمد يحيى ونشكر الشيخ يوسف عشير على شرحهم لاحكام النون الساكنه والتنوين، يعني اعطونا الحكم ومع المثال، اعطونا الصح واعطونا الغلط، لكي يتبين للشباب المشاركين اللي معانا ويتبين لمشاهدينا الكرام النطق الصحيح من النطق الخاطئ. باذن الله سبحانه وتعالى في الحلقه القادمه راح نتناول احكام الميم الساكنه والتنوين. حتى ذلك الحين ابقوا في طاعه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شباب اليوم بوصيكم وصيه، كتاب